كنت عايز نفسك معايا وتشور عليا. حلوان عنده حق، صابر لو فضل في البلد هيبقى نزناز ويعمل لنا كل يوم موال. وانا مش ناقص مواويل، حدايا مواويل اهم بكتير. مفيش غير حل واحد بس صعب قوي، لكن لابد منه. ايه هو يا ما؟ صابر يروح الجزيرة. جزيرة؟ جزيرة العاصي، هالبت ما سمعت عنها؟ مين في الزمان كله ما سمعش عنها؟ كنتوا بتخوفونا منها واحنا صغيرين. واللي يروح ما يرجعش وديه يا عمدة، وكر عليه حرس من برج مغيزل يراقبوه من الشط التاني، وبكده تبقى بعدته وإيديك فضلت نظيفة. اللي بيروح ما بيرجعش حتى لو ما كانش عليه حرس، لأن الجزيرة في البحيرة وسط البراري والهيش. عشان يروحوا لها لازم ياخدوا مركب في المالح الكبير، وأول ما وصلوا البرج يخشوا على البحيرة، وتو ما ينزل اللي ينزل المركب تعاود تنقطع صلته بينه وبين العمار، ويفضل هناك لحد ما يموت. ومحدش رجع أبدا؟ أنا سمعت عن واحد بس رجع، ده كان أيام جدي الكبير العمدة يوسف الحسيني. هو استنهز الفرصة إن المركب موديها واحد تاني واستخبى في قعرها، والحرس ما فتشوهاش. لما رجع بشنين خافوا منه، حتى أولاده نكروه، كان شعر راسه ودقنه واصلين للأرض، وصاب اللطف كان ينام في الخلا ويجري ورا العيال ويخطف الفراخ ويأكل هنية، لحد ما الأهالي داقوا بيه ضربوه وكرشوه، ومن ساعتها ما حدش عارف له طريق. وانت عايز تعمل كده في ابن عمك يا عمدة؟ العمدة يعمل كده حتى لو فتح الله مش عايز. طب ما فيش أي طريقة تانية؟ الدم. وأني لا يمكن أبقع طوبي بنقطة واحدة من دم الحسيني. طب ما انت تقدر تخرجه برا الزمام وتحرم عليه الرجوع. لا، هيرجع ويتسحب ولما حواليها حسينة السوالم، وقتها مش هقدر أطوله. لكن فيها بنت صعبان عليك قوي صابر الحسيني، انت بالك أنا لو مش فايقله ونفذ الورثة بتاعته كان هيبعتني مطرح ما نبعته.